السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نضيف شركة لبيم 360 فيلد. هاجي هنا واقول له بروجكت ادمن، وبعد كده هاجي اقول له انا عايز كومبانيز، ومن علامة الزائد هقول له انا عايز اضيف شركة من الشركات، وليكن مثلا اسمها ايه، اس ار، تمام. دي العنوان بتاعها، ده التليفون بتاعها، تمام. في اي وقت ممكن اعلم عليها واجي هنا اقول له ايديت، واعدل، احط المعلومات، التريد، الويب سايت، الفون، الصورة، الادرس. طيب برضو ممكن اجي هنا اقول له كاستم بروبرتيز، اضيف خاصية ممكن تظهر معايا في كل الشركات. يعني ممكن اقول له بروبرتيز واقول له مثلا هل هي بتدفع الضرايب ولا لأ؟ العمر بتاعها في سابقة أعمال ولا لأ؟ بيدفعوا الرشاوى ولا لأ؟ التايب بتاعها هل هي تكست ولا ديت ولا نمبر ولا تشيك ليست، تمام، ولا دروب داون، زي ما انت عايز. وطوله سيف. ممكن تضيف خاصية كمان مثلا، مثلا ديت، مثلا تاريخ، اي حاجة، تمام. وتيجي هنا تقول مثلا عايزها ديت، الديفولت فاليو، القيمة الافتراضية، هل هي ريكوايرد ولا لا، لازم تتعمل ولا لا، فاقول له سيف. وارجع تاني بقى للكومبانيز، تمام، واختار اي واحد فيهم، واخش على الاكشن واقول له اديت. الاقي هنا التاريخ اتضاف، والسؤال بتاعي هل تقدر تسوق اعمال اتضاف.